عليكم. اهلا، كي درتو؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ اجي وتشوفوا معايا التراب اللي غادي نشري، اللي غادي نغرس به واحد شويه ديال النعناع، شويه ديال البازيليك. اجي نشوفوا انواع ديال التراب اللي غادي ندي. اجيو معايا، ها انتوما. كل التراب اللي هي مختص الحاجه والثمن ديالها. المهم انا غادي ندي هذا التراب، هذا صالح لاي نبته. ها انتوما راه اونيفيرسيل، ها انتوما شتيهم، شتوه كي داير؟ ها انتوما راه يصلح لاي شجره بغيتو تغرسو، اي شجره، اي نوع من الاشجار واي نبته. المهم تديروه راه دغيا تيكبر. ها الثمن ديالو، ما راه تيدير 5.50 في 40 كيلو. راه هي ساك جون، راه هي تيغو اونيفيرسيل 40 لات. هانتوما شتو، انا ما كنشريش التراب الاخر، يعني اللي مختص لشي حاجه اخرى كندي غير التراب هذا، يصلح لي نديرو لاي حاجه. بمجرد غادي ندير واحد، غادي نغرسو واحد الشجيرات عندنا في الدار، نديرهم هي في البالكون. جيت ندي هذا، هانتوما شتو كي داير. هذا هانتوما، هذا عاوتاني مختص غير لهاد النوار. هانتوما شتوه، يعني كاين التراب الاخر ديال الله سبحانه وتعالى اللي على برايا، داك بنادم يدير فيه ويغرس فيه، ولكن النبته كتعطل فيه. هذا بمجرد راهم صايبين فيه لونغري، ومصايبين فيه ديك المواد، يعني باش ما يخماش نيت التراب من الداخل، مصايبين فيه بزاف ديال المواد، دايرينو بحال التراب ديال بصح. ودابا هادو هما الانواع ديال النبات، دابا كثروا دابا حيت دابا هاد الوقيته ديال الربيع. هانتوما شتو كاين جميع النباتات هنايا. هانتوما شوفوا هذا بشحال كيدير، 46. هادو ديكورات صابرات، هادو صابرات شحال كيديرو، هذا ديال الطين شحال كيدير؟ ما عرف شحال كيدير الثمن ديالو. شوف شحال زوينين هادو، شوف شحال كيدير. هذا الكبير تيدير 149، ثلاثين شي 32000 ريال هذا كيدير. هانتوما وعلاش لا اللي ما نصايبوش بحالو النيت ديال الخشب، نمشيو عند النجار وهو يصايب لنا بحالو ديال الخشب، وداك التويب ما نساوش، ضروري نديرو داك التويب باش تيجمع لنا التريبه ونعدلوه ويعطينا منظر زوين ونصبغوه. هانتوما شوف ايه، عندي بحال هاد الحبق، غنشوف شحال كيدير، ما دايرينش حتى الثمن ديالو. هذا عاوتاني بحال الشكل، ها لازم يديرو خشب، ها هذا راه بحال شكل ميكا، هذا راه ميكا، ها ميكا قاصحه ولا ما نعرف خشب. المهم راه ماشي الطين، ماشي هذا،
شو كي داير شحال شحال زوين على منظر. شحال كيدير؟ 8000 ريال. ها هي دخون تناف كيدير ب 8000 ريال. ها بنادم يصايبو هكا نيتي بالخشب كيجي غزال. شيف هذه هي الفكره ديالي انا. هذا عاوتاني هذا بسميتو بالسيما. ها هذا راه بالسيما بالسيما مصايب. دابا تنصايبهم انا صايبه شي 4 ولا 5. شوف شحال كيدير. ما حطيتش لا راه حطيت الثمن 37. يعني 37 راه شي 8000 ريال. المهم انتما دابا انا وريتكم كل حاجه بالثمن ديالها. وداك التراب عاوتاني لا يشتهي صلاح. هذاك التراب راني ما كملت لكمش عليه على حساب نيت. حنايا كنديروا داك لانغري داك الغبار. الغبار ما كاينش بحالو يعني راه هو المخير كاع الانسان يديروه هو احسن من هاد لانغري وهذا الشيء الاصطناعي. ولكن بمجرد بنادم هكا عنده حبيقات ولا عنده في الدار يشري التراب اللي فيه لانغري ويديروه يكبر داك الشيء. هادو عاوتاني شحال زوينين. ان شاء الله منظر. ها شي بنادم عند الحداد ويصايب له بحال هذا الديكور هذا في الجرده ديالو ولا عند باب الدار ديالو. ها انتما يصايبها ويدير فيق ويدورها بالحبوقه. ها انتما شفتوا حبوقة ديال الميكا تعطي واحد المنظر غزال. شتو شو هادي عاوتاني باش مصايبينها مدورين من لهنايا حجيرات داك الياجور وملوحين الوسط الخشب. ها نتوما شوفو كيف داير شعلى منظر شحال زوين. هادي عاوتاني شو على بليصة كي مصايبينها نتوما شتو مصايبينها مدورينها بالياجور اولا الدار بالحجر ودايرين الكازو دميكا ودايرين هنايا. ها نتوما هاد الشكل نقولو حنايا المجمر كبير. ها نتوما فين يشوي وفين كلشي. ها الوريضات ها شايف ها الحجر ها هو شكل منظر شحال زوين. هنا دايرين الشجيرات ها نتوما ديال الورد ديال ميكا. علاش لا اللي عنده الدار كبيرة على ما يدير هاد الشي. هادو زعما كريمسات هادي شوف وهي لا تتشهي هي راه غي ميكا هانتوما مال القسم إلا كتشهي بحال كدير التمن ديالها تدير 69 تدير 69 يعني 14000 ريال. ها عاوتاني هاد المخيله كي دايرينها تما النيت. النيت راه ديال الميكا هادي ماشي منظر عجيب. اجي نشوفو هاد الماتيريال الفلاحة شحال كيديرو هنايا. هادي بحال شكل تراكسور يعني اوليو التراكسور عاود لي ميك تراكسور يدير بنادم. هادي هادي الانسان يسوقها بيديه. هي بشحال كدير؟ 329. شوفوا لياش تصلح. ها انتوما اللي عنده الجردة هذا عاوتاني بشحال كيدير؟ 449. هانتوما حتى هو نفس المشكل اللي عنده الجردة حدا الدار راه كيمشي هاد الشي بليسانس ولا المازوت. ها هما كديرها شوفو
هذا عاوتاني حتى هو بحالهم النيت. ها هادي زوينه، ها بالروايد بكل شيء. شحال كدير هادي؟ 499، يعني 500، يعني 100 ألف ريال. ها يعني راه كاين الماتيريال ديال الفلاحه هنايا حتى للشيخ. ترا نجي نخصص نهار نيت لهاد الشيء ونجي نقبض. دابا هادو بانوا ليا قدامي هنا، كان هادي في عود التراكتور، هادي اللي عنده الجرده صغيره، ها هي. انا مازال ما عمرني جربت هادو، ما نعرف كيف دايرين. المهم اش غادي نقول لكم؟ السلام عليكم، وتهلاو لي فراسكم، وحتى الفيديو اخر. يلا السلام عليكم.